نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى كل من هنشير الشعال بولاية صفاقس وإلى فسقية الأغالبة بولاية القيروان، ويشدد على ضرورة محاسبة كل من أخل بواجباته المنوطة بعهدته. رئيس الدولة يؤكد توفر التمويلات اللازمة لصيانة الفسقيات بالقيروان ووضعها تحت إشراف الهندسة العسكرية. إنجاز طبي جديد في علاج الجلطات الدماغية بالمستشفى الجهوي بتوزر. وفي العالم 22 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء حصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس في زيارة غير معلنة إلى كل من هنشير الشعال وبير علي بن خليفة بولاية صفاقس قبل أن يتحول إلى مدينة القيروان. وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي، وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة. والتقى رئيس الجمهورية بعدد من المواطنين في كل الأماكن التي زارها واستمع لمشاغلهم، مجددا تأكيده على أن العمل مستمر دون انقطاع لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كل جهات الجمهورية. وتوقف رئيس الجمهورية عند عديد الإخلالات التي لحقت بهنشير الشعال على مدى السنوات الماضية. الفساد المالي والإداري في مستوى سرقة قطاع خيار موجود، المحروقات أيضا فساد ممنهج. تراجع معدل الإنتاج السنوي لزيت الزيتون من 100 إلى 40، تراجع القدرة التشغيلية فضلا عن المناولة وفضلا عن التجارة بعرق اللي يزم الطحن نهائي. تراجع عدد رؤوس الأغنام من 4000 إلى 2000. الأبار لم يتم جهرها منذ سنوات، جهر الأبار ما تحتاجش رخصة، والبئر موجودة ولكن لا يمكن رخصة لجهر الأبار، ما خلناش رخص. ما نفهم عملية سطو ممنهجة من قبل الأشخاص ذكرت. رئيس الجمهورية قيس سعيد جدد التأكيد على محاسبة كل من أجرم في حق الوطن وأخل بالواجبات المنوطة بعهدته. الأخرى تقول أنا انتقلت من مكان إلى آخر، من بلاد إلى آخر. اليوم كل واحد باش يتحمل مسؤولية، وفي أي قطاع وسنواصل حرب تحرير تونس من كل اللوبيات، وكل واحد يتحمل مسؤولية كاملة. كل واحد ياخذ حق، كل واحد ياخذ حق، واللي استولى على مليم واحد من أموال الشعب التونسي أو تسبب في الوضع اللي هو آلة إلى الشعب يتحمل مسؤولية كاملة. ونشوف الناس اللي تولي ونوي يتعرضوا لشخص اللي يبلغ عن الفساد، فما عدد منهم اللي يبلغ عن الفساد ولا هو المفسد. ولدى زيارته القيروان أشار رئيس الجمهورية إلى أن الوضعية المتردية التي آلت إليها فسقية الأغالبة تعود أساسا إلى الفساد والتقصير، مؤكدا توفر التمويلات اللازمة لصيانتها ووضع الفسقيات تحت إشراف الهندسة العسكرية. الأموال اللي مشات من 2017 كلها في اللجان وفي الدراسات، ومن واحد جاي خبير من الآثار من الخارج من إيطاليا أي أبراهيم من الأغلب ما جابش حد من الخارج. لا عندنا خبراء من لجنة للجنة، وشو أموال اللي روس تم ذات 14 أوت 2017، أعداد كراس الضواب المرجعية، أعداد كراس الضواب المرجعية مرة أخرى، ثم المعهد الوطني للتراث إعلام ومرة 17 جانفي 2019، الاجتماع إعلام وبنتائج الاجتماع في 9 جانفي 2020، مرة عام كامل باجتماع إعلام. هذا الحصول على الأموال، طلب العروض في 2020 1 مارس 2024، انتهاء اللجنة الفنية من تقسيم دراسة المرحلة الأولى. شوفوا الأموال اللي مشات الكل، أموال روسي للفساد. على كل حال الحمد لله تم إيجاد تمويلات اللازمة بالنسبة للفسقيات، وبش يتم وضعها تحت الشرف الهندسة العسكري. وانت العمر.
نظر الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 24 أمس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإدارية لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت، ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان. كما أقر المجلس سلم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمية الوطنية. تحيي تونس اليوم العالمي للمدن في وقت تراهن فيه على تنفيذ استراتيجيات وطنية تتكيف مع التغيرات المناخية وبناء مدن مستدامة وخضراء يطيب فيها العيش. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي حسب مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي شبيلي. الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي يولي أهمية كبيرة لكل ما هو تصرف الوسط الحضري، التغيرات المناخية، ثم كذلك حماية التنوع البيولوجي والحد من التصحر، ثم إزالة التلوث. البرنامج هذا يتم من خلاله دعوة البلدية التونسية الكل باش تكون منخرطة في التوجه الجديد هذا نتاع الانتقال الإيكولوجي اللي فيه رؤية كاملة وشاملة لتطوير البرامج تابعة لوزارة البيئة والبرامج التنموية التابعة لبقية القطاعات باش نضمنوا تنمية مستديمة وباش نضمنوا انخراط جديد في كل ما هو تطوير سلوكيات وتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك. هذايا ماشيين بني كذلك على ثلاثة استراتيجيات كبيرة: الاستراتيجية متاع الاقتصاد الأخضر كل ما عنده علاقة بالبيئة، الاستراتيجية متاع اقتصاد أزرق كل ما عنده علاقة بالوسط البحري، والاقتصاد الدائري كل ما عنده علاقة بتصرف النفايات، الحد من النفايات، تثمين النفايات. يشارك أكثر من 250 عارضاً من تونس ومن عديد البلدان في الدورة 15 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا الذي افتتح أمس ليتواصل إلى غاية 2 نوفمبر المقبل بمركز المعارض بالكرم. عن أبرز فعاليات هذه التظاهرة تتحدث في تصريح لسامي العرفاوي المديرة العامة لوكالة الاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا أنجي الدقي. المشاركين أكثر من 250، منهم 40 دولة أجنبية على غرار فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، مصر، تركيا، ليبيا، قطر، البرتغال. عن ورشات ما يقارب 30 ورشة تهم كل ما هو فرص الاستثمار في المجالات المجددة، كذلك تهم أهم آليات التمويل اللي تخص المؤسسات الناشئة واللي تخص الشركات الأهلية. الصالون هو موعد للفلاحين، موعد للمستثمرين، موعد لكل المهنيين، موعد حتى للطلبة باش يتعرفوا على أهم المستجدات في قطاع الفلاحة، يتعرفوا على التكنولوجيات الحديثة اللي يقع استعمالها في القطاع الفلاحي واللي تعتمد على التطبيقات الحديثة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. الهدف منه هو التصرف الرشيد والمستدام في مواردنا الطبيعية وخاصة الماء. خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 25، أكدت وزيرة المالية سهام البغدير نمصية أن التحكم في نفقات ميزانية 25 وفي نسبة عجز الميزانية متواصل، مشيرة إلى أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي. كما أكدت الوزيرة أن موارد ميزانية الدولة تشهد تطورا، مشيرة إلى مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي. كما أكدت أن الدولة مستمرة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن تسديد خدمة الدين الخارجي والداخلي بلغ 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية.
أنقذ فريق طبي بالمستشفى الجهوي الهادي جبل الله بتوزر مطلع هذا الأسبوع مريضا من جلطة دماغية، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس على مستوى طب الأعصاب ومستشفى الرابطة بالعاصمة على مستوى طب الأشعة، وفق تصريح رئيس قسم الإنعاش والتخدير بمستشفى الهادي جبل الله أيمن اللموشي، مشيرا إلى أن المريض غادر أمس المستشفى في حالة صحية طيبة بعد استقباله وهو يعاني من أعراض جلطة دماغية أبرزها الشلل النصفي وعدم القدرة على الكلام، ليتمكن المريض بعد 15 دقيقة من حقن منشط البلازمين من تحريك يديه وساقيه بسهولة مع تحسن النطق لديه، ليتمكن من المشي بعد مرور 24 ساعة فقط. وشهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس أمس تدشين وحدة إنعاش جراحي للأطفال مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وتبلغ طاقة استيعابها 7 أسرة. وأفاد رئيس قسم تخدير وإنعاش الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتور أنور الجراية بأنه تم في مرحلة أولى إيواء عدد من الأطفال بالوحدة بعد خضوعهم لعمليات جراحية طويلة ومعقدة، مضيفا أن الحديث عن طاقة استيعاب وحدة الإنعاش الجراحي للأطفال لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يشمل عدد الأطباء والتكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الطبية واللوجستية. تخدير وإنعاش الأطفال هو اختصاص معناها كان موجود في تونس العاصمة، اليوم والحمد لله عندنا في مستير في صفاقس، اليوم والحمد لله نجمنا ندشنوا وحدة الإنعاش الجراحي للأطفال اللي هي فيها طاقة استيعاب بتاع 7 أسرة كمرحلة أولى. اليوم مش نبدأ وديجا بدينا معناها رقدوا فيها مرضى واستقبلت عديد الأطفال في عمليات مع بعد عمليات طويلة وفيها ومتعكرة وحالات صعيبة معناها فهمت. الإنعاش ما هوش كان الأسرة، الإنعاش فيه عدد الأطباء، التكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية، التجهيزات اللي تتبدل. سوف ينمو القسم هذا تدريجيا وفي أقرب وقت في أقرب الأجال بقدرة ربي نوصلوا لطاقة الاستيعاب الكاملة ونقدموا إن شاء الله أفضل الخدمات للأطفال لهنا في جهة صفاقس وفي الجنوب إن شاء الله. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. وفي لبنان أسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في بعلبك شرق البلاد أمس إلى استشهاد 22 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، لتصل حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 2822 شهيدا و 2212937 مصابا منذ أكتوبر 2023 وفق وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ مستوطنة إسرائيلية شمال شرق فلسطين المحتلة وقاعدة عسكرية جنوب حيفا وتجمعات لجنود إسرائيليين في منطقة الخيام وفي كفر كلا. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن القوة تعرضت لأكثر من 30 هجوما منذ مطلع أكتوبر الجاري. سياسيا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف المصدر نفسه نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله، مؤكدا أن الرسالة الأمريكية تنص على تعيين مسؤول لرئاسة آلية مراقبة تطبيق الاتفاق وتتضمن التزام واشنطن بدعم إسرائيل في حال وجود تهديد من حزب الله. يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن المبعوث الأمريكي أموس أوكشتاين أبلغه بأنه متوجهون إلى إسرائيل وأنه يأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة. ميقاتي قال من جهته إنه يأمل وقفا وشيكا لإطلاق النار قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 من الشهر المقبل بناء على مقترح أمريكي جديد.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس بطول كرم. هذا وتجددت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس، فيما وصلت جثة شهيدين إلى مستشفى ثابت الحكومي بطول كرم جراء قصف مسيرات إسرائيلية لموقع بالمخيم. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه اقتحامات قوات الاحتلال لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال حملة الإبادة مستهدفا مراكز الإيواء المدنية، ما خلف مزيدا من الشهداء والجرحى، 42 شهيدا معظمهم من محافظات الشمال سقطوا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في العملية العسكرية المستمرة على شمال القطاع إلى 1250 في 25 يوما. في مقابل ذلك، أعلنت كتائب القسام تدمير آليات عسكرية ودبابات صهيونية في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة، مؤكدة إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. السابعة صباحا وخمس عشرة دقيقة بتوقيت تونس، التاسعة صباحا وخمس عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا عمر الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى كل من هنشير الشعال بولاية صفاقس وإلى فسقية لغالبة بولاية القيروان، ويشدد على ضرورة محاسبة كل من أخل بواجباته المنوطة بعهدته. رئيس الدولة يؤكد توفر التمويلات اللازمة لصيانة الفسقيات بالقيروان ووضعها تحت إشراف الهندسة العسكرية. إنجاز طبي جديد في علاج الجلطات الدماغية بالمستشفى الجهوي بتوزر. وفي العالم، 22 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء حصيلت الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.